سبع شروط للجمع بين معاشين أو المعاش والراتب لذوي الإعاقة. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله القدير أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر من فضلك انزل اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وفعل زر التنبيهات علشان يصلك كل جديد. مع تفاصيل الخبر، أصدرت الدكتورة نيفين القباجي وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منشور عام رقم 15 لسنة 2020، والذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى. جاءت الشروط التي يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين كالآتي: أولا، أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن الصادر من وزارة الصحة. ثانيا، أن يتمتع المستحق بتوفير الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة. ثالثا، مراعاة عند بحث شرط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكذب، ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي. رابعا، يستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمة وهي بطاقة الرقم القومي وبطاقة الخدمات المتكاملة. خامسا، تكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي: هو المعاش المستحق عن النفس، ثم المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، ثم المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة، ثم المعاش المستحق عن الابن أو الابنة، ثم المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت. سادسا، يراعي عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود وفق المحددات المعمول بها. سابعا وأخيرا، يجوز للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله في العمل أو المهنة دون حدود. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يصلك كل جديد. شكرا ليكم على حسن المتابعة.